عليكم بنات، اليوم عندنا طريقة الفصال، طبعا الجزء الثالث الثاني العفو. زين بنات، انا بالجزء هذاك فصلت فصال كامل زين، وقلت لكم على الموديل اللي انا اتبعته زين، بس بعدين غيرت الموديل، راح اسوي الكيبورد يختلف هالمرة. انا فصلته قدامكم فصل كامل، بس هالمرة الكيبورد راح اخليه يفرق زين، يعني الكيبورد ما راح اخليه بهالصورة اللي شرحتها بيها اني، لا يعني شو ما حبيته، حسيته راح يصير مو حلو، لان هيش راح يتداخل بيه الالوان الاسود والابيض ويا الكيبورد، فما راح يقعد مرتب. فراح اسوي لكم اياه على الكيبورد اول بداية قصة، والنوب اخر اكمل لكم الطريقه مالتي، او بالاحر يعني اوضح لكم اياها اكثر. البنيه غيرت الفصال ها، لان انا كتكت يعني شو حسيتها مو حلو يصير، فلهذا بدلت لها. بنات راح اقص هسه سبعه زين مثل ما انا رديتها بالبدايه، والنوب اقصها سبعه ثانيه. طبعا السبعة الثانية راح اصير على هذا الاحداث، بس انا اقيسه القياس اللي اريده اني زين، القياس اللي اريده اني اخليه ابها الصورة هاي زين. شرحت اني على ذاك وقصيت صحيح، بس قلت لكم حسيت راح يطلع مو حلو، واني شيء اذا شفته ما حلو ما اخيطه، اذا ما اقتنع بيه اني اول بداية على مود يطلع مرتب وشغل نظيف زين. هاي القطعة نفس هذيش القطعة قلت لكم اللي قصيتها، بس زيت لها اصبعتين، ذيش شانت اربع اصابع وزيت لها اصبعتين. هسه هاي راح اجي ادقها من النص على مود تقعد سبعة مرتبة زين، وابطنها من هنا وبطانة خفيفة من نفس الكيبور، لان راح اشتغلها بس اسود على مود تقعد باللبس مرتب زين حبيباتي. وهسه راح افرش وياكم بالخياط. اول شيء اللي انا بلشت به بطنت الحفرة مالتي، هذا اول شيء. طبعا كل شيء ما سويت بعد، قلت لكم انا سويت القطعة المداخلة بها الالوان وحسيتها ما صارت مرتبة، فقلت اسويها كيبور سادة احسن. راح ادير عليها ابطانة من نفس الكيبور على مو تقعد مرتبة عدي، وارجع اركبها وراح اشوفكم الطريقة مالتي. بنات شوفوا هذا الكيبورد، مثل ما قلت لكم بدلت الفصال، فشي بسيط يعني بدلت بيه، بس هو نفس النمط ونفس الفصال، بس هذا الشريط شلته من عندي خليته سادة. هسه راح اجي ابطنها بطانة خفيفة زين، راح اجي هم اقصص البديال على مود قاعده مرتب. الثاني سويت الحفرة، راح اجي اقعد الحفرة عليه بهالصورة زين، اخلي قد نص اصبع جوا زين، مو هواي قد نص اصبع بس على مود الموديل يبقى عندي فوق. اخلي النص على النص، بنات اللي ما سيطر تخلي دنابيس زين. زين بنات هسه هيج الموديل حسيته احلى صار بهواي. هيك عدي خلاص، شوفوا بعد الموديل بنات
صار عندي مرتب. هسه ايش راح اجي؟ راح اجي اطبقي اخذ القياس النهائي للحفره، لان طبعا هسه طلعت عندي كبيره. من تتبطن الحفره راح تكبر عندي. زين بنات، هسه راح اجي اخذ القياس النهائي واقصه. بنات هسه انا قصيت الزايد، وراح اجي اخلي عليه هذا السوتاج الرفيع. زين، اخليه بهالصورة هاي هيجي، اخليه احداد السبع قبل لا اوصل السبعة. زين، اجي اطبقها بهالصورة هاي، بعد اسوي لي ركن كون جوا الركن مالتي السبعة. راح ارجع اديره بهالصورة واخليه يعني المسافة اللي اتركها بهذي الصفحة نفس اللي اتركها بهاي الصفحة، على مود تقعد عندي مرتب. زين بنات، هسه راح اجي ابشركم انا بالظهر ورا ما راح اخلص القطعة الامامية. زين حبيباتي، هسه شوفوا بنات هذا شكل الصدر النهائي، طبعا شكله حلو ومرتب. شوفوا بنات كلش صار حلو ونازك الى درجة احلى من هذاك اللي اختاريناه. طبعا بنات شو اسمه هذا الزايد راح اقصه اكيد مالت البطانة على مود ما يضل الخيل جوه، وراح هسه ابشركم بالظهر. بنات هسه اني راح ابدي اخلي قطعة الظهر عليه. شوفوا بنات باعوا الكيبورد، قطعة الظهر راح اجي ادقها منها يوم منها ومنها اكملها داير مدايرها وارجع وياكم بالفيديو. طبعا انا بعدني ما مبطنة بدون بطانة بعدها، ورا ما اخلص ارجع ابطنها واقص الزايد يعني اخذ القياس النهائي، لان البطانة مثل ما قلت لكم راح تكبر الحفرة. بنات هسه انا راح اكمل الفيونكة، اشوف النص مالت الشريط اللي سويته اني. زين، وارجع اخليه بالوسط واخذ الوردة بهالصورة، خيطتها طبعا مداير مدايرها بهالصورة هاي. باقي اجي من النص اخيطها، خلصت عندي الفيونكة حضرتها. طبعا انا بنات الكيبورد دقيته بالظهر، شوفوا الوردة شلون صارت. هسه راح اجي اشوفكم الظهر شلون صار. شوفوا بالنسبة للظهر، بالنسبة شوفوا الظهر جيت حلو صار مرتب. هسه راح اجي اخلي الفيونكة بنهاية الظهر بهالصورة هاي. زين، بس قبل لا اخليه راح اجي ادق عليها شريط داير مدايرة بالبداية واخلي الفيونكة. رجعت وياكم بنات، شوفوا هسه هاي نهاية الظهر، وهاي السبعة اللي بالظهر قلت لكم اني من نص الردين رادتها لبنية. زين، شوفوا من نص الردين يعني من نص الحفرة هي صارت المثلثة، او هسه بطنتها طبعا. هسه راح ابلش لكم بالردين، ردين عادية، وراح اخلي عليها من هذا السوتاج، وارجع وياكم بالفيديو. رجعت وياكم بنات، هسه انا خلصت هالردين، طبعا خليتها بس على صفحة المعصم وهذا الستراس، العفو السوتاج الرفيع. راح اجي هسه اربطها وراح اخليكم تتبعون طريقة الربط مالتها وياي. زين حبيبات، راح اربط لكم اول ردين وثاني راح تكون عندكم مفهومة بعد. بنات هسه راح اجي للربط مال الردين. طبعا انا قصيت مثل ما متبعتها بقية الفيديوهات، بس هاي الطريقة شوي راح تقصر لكم الورقة اصبعتين او ثلاث اصابع. واذا عندكم يعني القماش زين يعني على الطول وما تردون تقصرون من عندي، عادي تخلينها على طولها الحفرة مال الردين وبعدين تخليها مسطرة بالظهر. زين، هسه راح اجي ابدي بالربط. بنات اول ما اجي ابدي بالربط باعوا، تجين للردين تخليها بهالصورة هاي، تخلينها على شكل مثلث. باعي على شكل مثلث، تبدين من هذا المثلث تخيطين.
زين حتى تقعد عندك الردن مرتبة. هالصورة هاي راح تقعد عندك الردن مرتبة أو حلوة. زين حبيبتي هاي أول ردن خلطت عندي، شوفي هي شلون مرتبة صارت، قعدت حلوة يعني ما صارت هيك. هاي تصير هيك من تخلينها عدلة ردن، بس من تسوين المثلث راح تشوفوا بعد شلون تقعد مرتبة باللبس تصير حلوة. زين الثانية هم نفس الطريقة اتبعها، هم اجيبها للردن او اخليها بنفس الشكل اللي خليت بيها هذي، هم اخليها مثلثة. باعي حبيبتي اخليها مثلث بهالصورة هاي وابدي اخيط. باعي حبيبتي هسه انا قربت انتهي بيها، شوفوا من لما اوصل. طبعا هذا قلت لكم الزايد لازم اقصه مالت القطانة من جوا، من اوصل اسوي مثلث صغير بركين. هالصورة هاي خلصت عندي صفحة الصدر. طبعا كمل عندي هسه هذا، راح اجي اخلص الظهر وارجع وياكم نفس الطريقة بالظهر بالضبط، وارجع النوب واربط الجوانب. ينتهي عندي هذا سترج. اذا اريد ادير عليه شريط الصاية من جوه لان ما ينزل بعد، او اذا اريد اكفه كفة خفيفة. زين حتى لو كفة واحدة يعني بدون طبقتين يكفي يكفي الغرض. وراح اشوفكم اياه ان شاء الله على الملكانة عشان راح يكون شكل النهائي. بنات هسه انا خلصت هالرابط اللي بالظهر، راح اجي هسه اطبق الردن وابدي اخيط بيهم. زين بنات بنات انتبهوا دائما، ورا ما تخلصون الخياط تجون تقطعون شكو خيط باقي بالدشداشة على مو تترتب عندكم. زين حبيباتي يلا هسه عيني راح ابدي بربط الردن والجوانب والنوب، راح ارجع وياكم بالفيديو. وياكم بنات بالفيديو، خلصت الدشداشة. شوف الصدر مالتها شلون صار حلو مرتب، طبعا صارت حلوة ومرتبة احلى من الموديل اللي اخذته بالبداية. شوفوا طبعا سويت الكفة مالته شريط، كفته خليتها شريط لان ستريج، والستريج ما يطول، فعجبني انه اخلي بيها موديل. بالنسبة للظهر هذا هو الظهر مالته همينه. وشكرا لكم بنات ومع السلامة، وان شاء الله كانت واضحة. بالمناسبة قبل لا اودعكم جاي اقول لكم هم عليه فد ملاحظات، اكو هواي ملاحظات قاعد تجيني بنات. اسم الماكينة مالتي جاكيت، اخذتها ب325. زين واخذت بالنسبة للمقص اللي قاعد يسألون عليه، المقص الزاير طبعا عده للوازم موجود، هاي وحده. والمقص الكبير هم قاعد هواي يسألون عليه، طبعا بمناسبة الثانية هم خرب عندي هذا المقص لازم اجيب جديد. اخذته ب10000 بس حديد يعني مو ستيل، العفو حديد يعني مو بلاستيك، والستيل همين زين. هاي وحده. وثانيا بعد جهه تجيني اسئله بالنسبه للردن اللي لهذا الفصال. بنات بالنسبة للردن، الردن هي 2.5 القطعة، الردن طلعت عندي وحدة مطبوقة وحدة مفتوحة، باع شلون عالجتها. اثنيناتهن اخيطهن، حتى المطبوقة ارجع اخيطها. طبعا شوف هسه من بين حتى من بين الخياط. زين بعد جاني اسئلة بعد على شنو بالنسبة للقطانة مالت الحفرة، هسه بنية بالتعليقات قالت لي على طريقة الفصال مالتي، قالت لي يعني من اسوي القطانة او ابطنها من ارجع لبسه القاها مبوطة. بالمناسبة ترى اللاصق يبوط اذا ما تنغسل مرة مرتين او اشيلينه اللاصق يلا يتعدل عندش الخياط.
زين عزيزتي، بعد ان شاء الله خلصت هاي اسئله. ها، وبالنسبه للي وحده تقول لي اريد ابو العقده، وحده تقول لي اريد ابو الحاشيه، بنات انا على القطع اللي قاعد تجيني، وعلى على الخياطات اللي قاعد يرغبوها البنات، يعني ما اقدر اخيط من كيفي. او هم عندي نفس القطعه البنت هي للبنيه، قطعه راح اصير، طبعا هي تصير لها دشداشه، دشداشه خفاش ودشداشه راح اصير لها، تريدها نفس هذا بالضبط. هم راح اسويها عمر 4 سنوات. هم ان شاء الله راح اسوي لكم الفيديو وانشر لكم اياه، وتدللون انا بخدمتكم، واعذروني عن التقصير. يعني بنات والله انا مو كل فصائل اللي تردوني اقدر اسويها، يعني حسب يعني طلبيات البنات اللي قاعد يردوني يعني، واللي راغبينه. بالنسبة للفستان انا هم ان شاء الله راح اسوي نفنوف، طبعا اختارته بنية قالت اريده للعيد، هم ان شاء الله راح اسوي ويعني افصله وخياطه، هم راح اسوي لكم الا تصوير. وبالنسبة للخياط مالته طبعا انا ما سويته تصوير كامل، قطعته لان انا ناشرته بالتفصيل، والفيديو يعني مكمل عندي، جهازي كان ما بيه شحن، يعني ما قدرت اكمله تكملة نهائية، ف قطعت لكم اياه للاختصار. يلا عيني، مع السلامة، وان شاء الله صار مفهوم. وشكرا لكم بنات، والى لقاء جديد ان شاء الله.